أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أهل البغي هم الخوارج؟ لا، غير الخوارج. الخوارج أشد من البغاة، الخوارج أشد من البغاة، وهم يكفرون المسلمين. الخوارج يكفرون المسلمين، وأما البغاة فلا يكفرون المسلمين، وإنما يخرجون عن طاعة الإمام فقط ولا يكفرون المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.